السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نردوا على باي الناطق الرسمي المكلف بالإعلام تاع الاتحادية، اللي ما عندهمش نقولوا باللي تكلموا في يومين هذا الناس هذو، وين كانوا متأكدين بأن الوزير الشبيبة والرياضة السيد علي خالدي سوف يرحل. يعني كانوا متأكدين، إلا كاين حاجة مورا متأكدين كانوا دايرينها هما، وكانوا معولين وكانوا بازين على الرجال تاعهم، وهو من اللي حاكم دي جي حاكم الاس دي اس تاع الأخرى كيسموها تاع عنابة، يعني اللي كان اللي هو حاكمها كانوا يقارعوا باش هو يطلع وزير، كانوا يقارعوا باش هو يطلع وزير تاعهم في الجيب. يعني وين كانوا دايرين كاع حساب تما، كاع حساباتكم طاحوا في الماء، كاع حسابات اللي كنتو دايرينهم طاحوا في الماء. وين حنا نقول لكم يعني تتكلموا انتوما، كنتو تتكلموا على الوزير وتكلمتوا يعني بطريقه فاحشه على الوزير. انا نقول لكم دور الوزير الشباب والرياضه، نقول لكم ما دور الوزير في القضايا تاع الفساد تاعكم. دروك بقى لكم غير تقولوا بلي الوزير هو اللي عمر لنا الاستماره تاع الفيفا. كاين امور راكم دايرينهم، وزير ما الوزير كان حاضر في 2017 ما كانش حاضر في 2017 عندما جاء بزتشي، ما كاش حاضر. ربطو انت تتكلم تقول غادي تتدخل الفيفا ومنا ولازم رجال الوصية ويدخلوا ويكون يكون يكون تفاهم بين ما بنعرفوا في ما دور وزير الشباب والرياضة في قضية في القضية، حيث نشاهد دوس واضح للقوانين الجزائرية، وين انه يعتبر انه مدافع، وين انا نشوف بلي وزير الشباب والرياضه مدافع عن القوانين الجزائريه. نقول لكم بكفاكم تغليط للناس والجمهور الرياضي بالاخص، وان عبود هذا انه شخص يجيد الدبلوماسيه، لكنني ساتكلم كيف لك ان تكون من مدير مكتب الدراسات الخاصه بتطوير التنميه الريفيه الى مكلف بالاعلام لدى الفا. انت تتكلم صيف 2019، انت جيت اكتوبر 2019، انت جيت في اكتوبر 2019، يعني هاد القوانين كي راك تتكلم عليهم انت ما كنتش ميجاو، والناس خلاتهم باش تضغط عليهم. دروك انا نقول لكم واش درتو، قاعد كلش قعدوكم على الكلاسو، واش درتو واش درتو من اجل العهدة الثانية؟ انتوما خططتوا لهذا الوقت باش تضغطوا باش تديروا باش منا، كيما قاعدين يا روحتو ترشح في الفيفا، وعارف بلي عارف بلي الرداءة تاعك ما تربحش الكفاءة تاع ناس وخت اخرين، انت عارفها بصح، عمت وطيحت الجزائر على راسها. ولا كيما قالها قاسي سعيد دا كف وحده، ماذا ماشي الجزائر دات. وين عارفو نتايا مكلف بالتنميه الريفيه، يعني عارفين كيفاش وصلت وكيفاش كيفاش كنت يعني، ونعرفو كيفاش ناس حتى الناس اللي داروك وين درت عليهم في بوشاوي شاهده، المكتب تاعكم جاي في المقر تاعكم جاي في بوشاوي، من بالتطوير التنمية الريفية إلى مكلف بالإعلام لدى الفا، وتصرح أنه سوف تتدخل الفيفا. المكتب التنفيذي للاتحادية وين يعاني من أزمة شرعية تهدد بتدخل الفيفا. لا تنسى يا مكلف بالإعلام، فلولا الرجال الوطنيين هم الذين أوقفوا المهزلة الانتخابية السابقة
على بالك كيفاش بالك تعقلوا عليها، مي جا الحاج كان في في لاس كان في الفيفا وجا كيما اليوم الغد ما شاء الله لعبوها يسنيو داروا كامي قالوا عيط للمخرجين تاوعك ويسنيو من هذيك باش الفيفا كانت رايحه تعاقب، كانت رايحه دي 2017 كنا رايحين نتعاقبوا خاطش الانتخابات غير شرعيه، وين وين كانت لولا الجزائر الرجال الوطنيين هم الذين اوقفوا المهزله الانتخابيه السابقه ان تصل الى اسوار الفيفا، والخوف من اقصاء الجزائر من جميع المنافسات القاريه زاتشي قام بالدوس على القانون في كل مناسبه في العديد من المواد في العديد من مواده، قام بالدوس على القانون كما نقولوا حنايا وين حيث لا يمكن نقولوا تحديد طريقة يعني وين قام بالدوس على القانون في كل مناسبات في العديد من المواد كمثل حيث لا يمكن تحديد طريقة الصعود والنزول، هذه هدرناها لحد اليوم ما داروش على بالك شغل ما دار تاع 2019 نهار اللي هو راه يهدر عليها هذا بي عبود نتحداه يجيب لنا 2019 الى هذه الاتحاديه دارت شعل يطيحوا شعل ينوض، هي نورمال في الاولى يديروا هما ما داروش طريقه الصعود والنزول في موسم قد مضى منه عده جولات، كما ان الصعود والنزول ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي بل حق حصري للجمعيه العامه، وهذا لم يتم وان اغلبيه الاعضاء الفاف جاهلون للقوانين ولا يعترفون بذلك، هناك تجاوزات بالجملة على القانون، يا خويا حنا جبنا لكم غير هذه برك، تا شا دارو؟ كاع شا دارو؟ هذه التالية هذه تما ما كان والو هذه، هذه ما كان والو، والصوالح اللي راهم دسة اللي هما خايفين، شو كاين رئيس رابطة تاع بليدة ورئيس رابطة تاع البويرة اللي داروهم. على بالك بلي ولاو ينشروا في مناشير بان الوزير الجديد راه جاي وبيغير القانون ولازم كاع ندعموا زاتشي ولازم من ولازم من، على بالك بلي ضربه قاضيه تلقاها ضربه قاضيه كبيره كاع، خلينا هذاك تاع البليد هذاك وين عنده نسيبو راه في التلفزيون انتم ما على بالكمش نسيبو في التلفزيون قاعد قالع في البلاد قاعد قالع يدافع عليه طريقه غير مباشره. هيا لو راهي هذه غير تاع البليده محمد شيبا شي هذا اسمه رئيس رابطه تمديه الولائيه لكره القدم يؤكد ولائه التام لخير الدين زاتشي، هذه باش تكون على بالكم بيومين نهار وين تصرات هذه بالجمعه داروا هذا دار هو دار هذا البيان، هذا محمد شيب شي شيبي اسمه شيبي رئيس رابطه تمديه الولائية لكرة القدم يؤكد ولائه التام لخير الدين زاتشي حيث يتواصل يوميا مع رؤساء الرابطة من أجل إصدار بيان يدعم فيه رئيس نادي بارادو، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت عن تنحية الوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، للعلم أن هذا الشخص هذا هو أحد مقربين جدا من الفاف ولا يضيع أي اجتماع أو مباراة يحضرها زاتشي، مبادرة يحضرها زاتشي، يعني هذو الناس وين دايما وين كانوا يبحثوا كيفاش الاتحادية، هذا واحد كيما هذا ذاك تاع البليدة رئيس رابطة تاع بليدة رئيس رابطة تاع الجهوية تاع القلة تاع الجزائر في ألجي تاع البليدة تاع المدية، راك تشوف ناس تاع تموشنت وكاع كانوا يوجدوا يديروا عارضة كلنا زاتشي، بصح زاتشي ما زاتشي ما زاتشي ما راه حاط زاتشي كي راه داير راه حاط الاستقالة تاعو ويقارع الضمانات يقولوا له لا الاستقالة تاعك مرفوضة وقعد يا وغادي تخرج بالبيلون، البيلون هو اللي غادي يجيب لك الكوردة، أنا نقولها لك البيلون هو اللي غادي يجيب لك الكوردة، بغيت تبغي بغيت تكره، هاي باش يكون على بالك، البيلون هو اللي غادي يجيب لك يجيب الرقاد.
سلام. واش درتو ما على بالك ما يعلم به غير رب؟ واش راكم خابين ما يعلم به غير رب؟ انتوما هادو الناس لو يساندوا فيك يا زتشي راهم دايرين كوارث. واش راه صاري ويحوسوا كيفاش تقعد؟ راهم دايرين كوارث، راهم دايرين ديقات كبار. انا نقولها لك وانت يا غير ربي راه داري، اي ربي راه داري كيما وعد، كيما انت ربي برك راه داري شكاي. يعني انت غادي ما تخرج، ما غاديش يخليكم تخرج، غادي تخرجوا بالبيلو، ما غاديش تترشح وغادي تخرج بالبيلو الادبي والمالي. مش كيما بكري تفوت كيما تضحك الغاشي وغادي ندير بين دير بطاطا وبين دير اللفت ودير غادي الخطره دير كثر اللفت والزروديه. انا نقول لك